personnes sont sur le site là-bas. تعتبر الألياف الضوئية وسيلة لنقل المعلومات من مكان لآخر بإرسال نبضات من الضوء، وكذلك تلعب دورا رئيسيا في تكوين عصر المعلومات بسبب مزاياها على النقل الإلكتروني. لذا جاء اليوم حفل استلام المشروع الثاني للألياف الضوئية المؤقتة الذي أطلقه شركة هاواي الدولية. وخلال المناسبة تحدث مدير سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد حجار بشر سالم، قال بأن هذا المشروع الثاني من نوعه، مؤكدا بأن المشروع يضم 13 موقعا حيث يربط العاصمة جمينة مرورا بمدينة آتية ومدينة أدر الحدودية مع السودان. من جانبه منسق مشروع الألياف الضوئية حسن عبدالله ترنو أوضح بأن مشروع الألياف الضوئية سيكون بأرخص ثمن، لا سيما تسهيل عملية استخدام الإنترنت. أيام الجاي ويكون الشبكة يكون يعني أرخص ثمن، وبات وخينا ما السودانيين ممكن الفرنسير دكسي تشادين يعني طوالي يلقوا الإنترنت إن شاء الله بالأرخص ثمن. أما وزيرة البسطة والتكنولوجيا الحديثة والإعلام أليكس نمباي هي الأخرى أشادت بعمل المشروع الذي يمكن المواطنين من الحصول على الإنترنت بطريقة سهلة وسريعة، معبرة بأن المشروع يعطي دفعة قوية للعمل الإداري وغيره وسهلة التكاليف وسريعة الاكتساب، علما بأن تكلفة المشروع حوالي 25 مليار فرنك سيفا.